أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتست السحابا. وكتاب الرحيق المختوم لصاحبه المؤلف صفي الرحمن ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله المؤمن المبارك فوري الأعظمي، ولد في الهند عام 43 و900 و1000 للميلاد، أحد علماء الحديث في الهند، تميز بعلمه الغزير وتواضعه الجم، وقد شارك في ندوات ومحاضرات في مختلف أرجاء الهند وفي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وكثير من الدول الأخرى. عمل بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية لمدة 10 سنوات ابتداء من عام 88 و900 و1000، وعمل على تأليف العديد من الكتب القيمة باللغتين العربية والأردية، وأشهرها الرحيق المختوم والمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. توفي رحمه الله سنة 2006 للميلاد. أما كتابه فهو من الكتب المتخصصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأ المؤلف كتابه بحال العرب قبل الإسلام ودياناتهم وصنوف من جاهلياتهم، ثم تحدث عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه ونشأته وأهم الأحداث كحادثة الإسراء والمعراج وهجرته صلى الله عليه وسلم، ثم تحدث عن حياته في المدينة وتكوينه للمجتمع المسلم، ثم عرج على غزواته صلى الله عليه وسلم، ثم حجة الوداع، واختتم الكتاب بالحديث عن وفاته صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من الخلال والصفات النبوية. شهد الكتاب إقبالا شديدا من كافة الأعمار وعند العامة والمتخصصين، ولا يزال يطبع حتى يومنا هذا، وقد ترجم الكتاب إلى 15 لغة. تميز الكتاب بسلاسة أسلوبه ووضوح عباراته مما جعل له هذا القبول الواسع، ويبلغ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن حتى يقول: فيا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم.